حضرنا اليوم للقاء سيادة محافظ كركوك لطرح بعض مشاكل أبناء محافظتنا اللي متواجدين في كركوك، من ضمنها المطالبة ببناء مركز ثقافي لأبناء الطائفة لكي يكون متنفس لهم في وضعهم الاجتماعي وتحسين علاقاتهم. والموضوع الثاني هو الأضرار اللي تعرضت لها مقبرة الصابئة المندائين في كركوك، وسيادة المحافظ وعدنا خيرا بأنه يتابع هذه المواضيع بنفسه وإيجاد السبل لحماية المقبرة وبناء المركز الثقافي. هم أعداء العراق كثيرين لا يريدون للعراق خير، وبالتالي هذه الأعمال التي تعرضت لها مقبرة طائفة الصابئة المندائين تدل على التخلف الكبير ومحاولة فرض الأجندة الخارجية من أجل بث روح الفرقة بين أبناء الشعب الواحد. حقيقة كانت مقابلتنا مع السيد المحافظ مقابلة لطيفة، والرجل وعدنا خير ونقلنا له مخاوف أبناء طائفة الصابئة المندائين من تعرض المقبرة، خوفنا من أن تستغل لأغراض طائفية، وبالتالي هذا الأمر احنا ما نريد أن يكون بهذا المستوى. والسيد المحافظ نقلنا له مطالب طائفتنا بتكوين مركز ثقافي اجتماعي ووعدنا خير بأن يدرس الموضوع. هل زرت المقبرة؟ نعم. كيف رأيتوا من زرتوا المقبرة؟ كيف رأيتوا وضع القبور؟ وتعتبر هي كانت يعني قبور خارج مدينة كركوك وعدم وجود يعني أي عنصر أمني. حقيقة تعرضت إلى أضرار كبيرة، وكما تعرف جنابك أنه للمقابر حرمة خاصة ووضع خاص يجب أن تحترم، وللموتى وضع خاص.